أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إجراء مراجعة لمطالب ممثلي القطاع السياحي وتحديد ذات الأولوية منها خلال اجتماعات عقدت على مدار يومين مع رؤساء وأعضاء الجمعيات السياحية وممثلي القطاع السياحي في البتراء والعقبة بهدف الوصول إلى مصفوفة موحدة تساعد على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة لرفعها إلى مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات المناسبة. للحديث عن أبرز ما دار خلال الاجتماع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح. أهلا بك سيدي. مساء الخير. مساء الخير سيدي. ما هي أبرز المطالب ذات الأولوية للقطاع وكيف كان تجاوب الوزارة خلال الاجتماع؟ سيدي الله يمسك بالخير. يعني هي وزارة جديدة وحكومة جديدة، قام وزير السياحة في زيارة للجمعيات السياحية في مقرها قبل أسبوع، واستمع لكل جمعية على حدة في تطلباتها ومطالباتها وأهم ما ينقص هذا القطاع وما ينقص هذه الجمعيات. كنا 6 جمعيات سياحية، النقل والفنادق والأدلاء والمطاعم والتحف الشرقية، بالإضافة إلى شركات السياحة والسفر اللي هم إحنا. قدمت كل الجمعية ورقة عمل تخصها وتهمها في خصوصية كاملة، ولكن تتشارك طلبات الجمعيات السياحية تحت مظلة وزارة السياحة في أشياء كثيرة. نعم. ما هي؟ إحنا كمكاتب سياحة وسفر يعني هم من ديمومة المكاتب، ديمومة القطاع، ديمومة العاملين في قطاع المكاتب السياحية. وكانت لنا طلبات محددة ومعروفة من شهر 3 من أول الجائحة لغاية الآن لم تتغير، وهي الحفاظ على العمالة ودفع رواتب الموظفين. احنا عم ندفع رواتب موظفين من شهر 3 لغايه الان 10 اشهر اللي هو المكاتب السياحيه بتدفع رواتب للموظفين. نعم، ندفع احنا 50% من رواتب الموظفين بناء على اوامر الدفاع، ومن شهر 3 للان وبدون اي دخل. نحن في تعطل كامل، مكاتب السياحه والسفر معظمها في تعطل كامل، ولكن التكلفة اللي علينا لسه عم ندفعها اللي هي الرواتب والاجارات والكلف التشغيليه. يعني الكلف التشغيلية يجب أن يكون هناك، هذا من طلبات التي قدمت اليوم ورقة عمل لوزارة السياحة. نعم. ولوزير السياحة وأبدى اهتمام كبير فيها العمالة والموظفين، الكلف التشغيلية، الأجرات، وأن يكون هناك تسهيلات بنكية. قطاع متعثر، قطاع بقدر أقول أنه منكوب، وأنا يعني الوزير عم بيعمل جهده، وزير جديد قديم بالنسبة لنا، يعني متفائلين جدا في قدومه. السيد محمد، يعني شو مدى استفادة القطاع من برامج أو من البرامج التي أعلنتها الحكومة؟ أني برامج سيدي؟ في البرامج السابقة مثلا. خليني أكون صادق معك، يعني هي البرامج الوحيدة اللي استفادت منها مكاتب السياحة والسفر إعفاء الرسوم من هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة. نعم. يعني 500 دينار و2000 دينار مش لكل المكاتب اللي هي مشتركة في هيئة التنشيط. يعني البرامج لم تستفيدوا منها أنتم نهائيا؟ لا مش مستفيد، يعني الضمان الاجتماعي لم نستفد منه، رواتب موظفين ما زلنا بندفع 50%. نعم. احنا اللي بندفعها مش اي حدا ثاني بيدفعها. نسب الضمان الاجتماعي ومساهمه الضمان الاجتماعي وما زالت عم ندفعها احنا كمكاتب سياحيه. يعني انا بما ان راتب الموظف نزل من 100% ل 50%، ليش بضل لك تدفعنا على 100% انت كضمان اجتماعي؟ كان في مناقشه وطرح. احنا السنه هاي تم اغلاق 60 مكتب. يعني تصور انه 60 مكتب اغلق من شركات مكاتب السياحه والسفر، مع انه اعفاء من رسوم الجمعيه، اعفاء من رسوم وزاره السياحه، اعفاء من هيئه تنشيط السياحه، ومع ذلك راى كثير من المستثمرين الاغلاق التام لمكاتبهم. الله يعلم من هون لاخر السنه كم مكتب راح يكون مغلق. يعني صراحه هذا رقم كبير، 60 مكتب يعني، وحتى طبعاً العاملين في هدول راحوا على البطاله الان. اكيد طبعا. يعني احنا عندنا 782 مكتب سكروا، 60 مكتب يعني سكر الى الان 60 مكتب. طيب وجهات سفر المواطنين حاليا ومستوى اسعار التذاكر كمان وغايات السفر، ليش الناس هلا قاعده بتسافر؟ هل في عروض؟ يعني اللي بيسافر اللي مضطر اصلا يعني ما مش اللي بيكون عنده اقامه بده يرجع على البلد اللي كان فيها، اللي بيكون بتعلم بيرجع على الدوله اللي كان يتعلم فيها، اللي بيكون يتعالج الى اخره، ولكن السفر محدود جدا 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 جدا. و يعني ما بقدر اقول لك انه ممكن شركات السياحه او المكاتب السياحيه تتعامل مع التذاكر انها في استفاده قليله جدا ومحصوره جدا. طب السيد محمد، سيد محمد، ممكن لو كان في عروض مثلا على يعني اسعار التذاكر كانت زهيده مثلا نشجع الناس انها تطلع سياحه؟ ممكن يا سيدي السياحه متعطله، السياحه متعطله. انت بتحكي عن 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 تشغيل محدود للمطار وللمطارات،
يعني اليوم سمعت خبر انه في المانيا انه الفنادق والمطاعم ستغلق لغايه لاخر شهر 11. يعني فاحنا والعالم كلياته والعالم اجمع اذا لم يكن هناك في مخارج صحيه لهذا الوباء لهذه الجائحه فاحنا وضعنا صعب. احنا بدنا نحافظ على ديمومه هذا المكتب لحين الخروج. صحيح صحيح صحيح. يعني احنا يعني الحفاظ على هذا على ديمومه هذه المكاتب. صحيح. وهذه العاملين في المكاتب موظفين استثمرنا فيهم موظفين ذو خبرة. صحيح يعني سيدي. يعني يجب تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحة وهو من القطاعات الأكثر تضررا موقوف يعني بشكل نعم. كامل. نعم. رئيس جمعية العمل قبل كم من يوم كان له تصريح أنه من أكثر القطاعات المضررة هو قطاع السياحة. صحيح. رئيس جمعية وكلاء السياحة وسفر محمد سميح، شكرا جزيلا لك.